سعيد ان انا موجود وسط اهلي واخواتي، انا راجل صعيدي واتربيت جنبكم هنا يعني ساعه زمن، يعني انا من محافظه هنا. عارف ان الصعيد فيها مواهب كتير جدا، مش لعيب الكوره بس، لا مدربين وكل عناصر لعب كره القدم احنا جايين ندور عليهم، واحنا بنيجي المكان بنستفيد بكل الناس الموجودين في المكان، ندور على احسن ناس موجودين جوه المكان ونستغلهم ونستفيد منهم، اذا كان كل واحد في مكانه وكل واحد في مكانه. احنا عشان عارفين ان في كميه مواهب كتيره جدا ممكن يكون الظروف ما سمحتش ان هم يعبروا عن نفسهم، احنا بنحاول ان احنا ندور معاهم ونتكلم معاهم ونشوف كل واحد يستفيد منه ازاي. انا عارف ومتاكد ان احنا هنطلع مواهب كتيره جدا من الصعيد في كل المجالات، فايدينا في ايديكم كده ان احنا نعمل فرع للنادي الاهلي بشكل قوي جدا، ويقدر ان احنا يبقى طيبه وصعيد مصر بيمثل النادي الاهلي، وفرع من فروع النادي الاهلي اللي احنا كلنا بنتشرف ونبقى سعداء ان احنا كل واحد فينا يبقى اسمه مرتبط بالنادي الاهلي. انا يعني انا بالنسبه لي فخور وهفضل طول عمري يعني مش هقدر اطلع لكم اللي جوايا ان انا ازاي اسمي بيرتبط بالنادي الاهلي، ومثلت النادي الاهلي ولبست تيشيرت النادي الاهلي، وكمان دلوقتي اكون يعني موجود مع النادي الاهلي في منصب كمدير الاكاديميات، وكمان اكون موجود معاكم النهارده في الاقصر، واول يعني ايه اول ايام الايام اللي هي بنبدا فيها الشغل. احنا جينا فريق عمل كامل منتهى الامانه، يعني كل حاجه كل خطوه جوه المكان احنا بصينا عليها وشفناها ازاي ان هي تبقى بشكل احسن حاجه، من ملاعب، من المبنى الاجتماعي، من اشتراكات، من اداره هندسيه، كل واحد جه بيشوف شغله وبيحاول ان هو يطلع احسن حاجه في المكان. فان شاء الله الفتره الجايه يبقى في عندنا مواهب كثيره من في مفاجآت، يعني انا مش عايز اتكلم، احنا طبعا احنا بنتكلم في تفاصيل كثيره جدا، في مفاجآت كثيره، ونتمنى يا رب ان شاء الله ان ربنا يدينا الصحه والعمر ان احنا نقدر نطلع الحاجات الكويسه اللي جوه الصعيد قريب جدا جدا جدا، ويبقى موجودين وبيمثلوا النادي بشكل كبير. شكرا ليكم، ومبسوط مره ثانيه ان انا موجود معاكم. شكرا ليكم.